بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متابعينا الكرام، متابعي القناة، صباح الخير. كما تشاهدون هنا أمامنا في الفيديو، هذه الخلية التي قسمناها منذ 3 أيام بأخذ إطار، كل إطار من خلية، وقسمت بإطارين، حضنة مغلقة وإطار عسل. إطاري الحضنة المغلقة كل إطار من خلية مختلفة، حضنة مغلقة طبعا بالنحل، ووضعت ملكة ملقحة في القفص. اليوم الثالث كذلك مع التغذية السكرية، ووضعت كذلك الماء. المهم، الفيديو السابق سأضع الرابط أسفل الفيديو، وكذلك رابط مدونة عالم النحل. اللي حب يتعلم أو يأخذ معلومات من المدونة يدخل للمدونة التي أسفل الفيديو على الرابط. نبدأ بالفتح على الخلية لنراقب الخلية من داخل، ماذا جرى بداخلها، ونقل هذه التجربة. سيتم نقل هذه التجربة، يعني تقسيم بإطارين، كل إطار من خلية، وننشر النتائج سواء إيجابيا أو سلبيا. تابعوا. على الخلية من جانب الأيمن، هذا هو النحل، نظل هنا هذا فقط لكي يأخذه كمعلم أمام الباب. نشوف النحل أو بدأ يخرج. في إخوة يعني قالوا لي أن النحل سيتقاتل عندما نضع إطارين فقط. يقول إخوة أنه من الأحسن أننا نضع إطارات كثيرة، يعني فوق 3. شوفوا، هي تجربة، ونشوفوا إذا لم تنجح عادي، المهم أننا جربنا. هاي الخلية أمامكم، أو يخرج النحل على حسب الكثافة تاع النحل التي خرجت. أظن أن يعني النحل سليم، والله أعلم. سأفتح الصندوق. نحن نشاهد أو النحل أمامكم، نتركه لبضع دقائق فقط حتى يستقر جيدا، ثم افتح الصندوق. نحن نرى هنا الخلية الثانية التي أخذت منها إطار حضنة مغلقة، ولكن قليل الحضنة قليلة، والخلية هذه كانت مكذبة. شوفوا النحل، هذا النحل الذي رجع إلى الخلية الأصلية. قمت بإغلاق الخلية هذه لكي لا يجد سبيل للدخول ويعود إلى الخلية. سأتركه لبعض الوقت، الخلية هذه أتركها مغلقة. نشوف أن النحل، هذا النحل الكبير، هذا النحل رجع إلى الصندوق الأصلي. المشكل هنا لأني لم أخذ إطار حضنة كاملة، لأن الحضنة لما يكون عندك إطار حضنة يعني كثيرة، النحل لا يعود، يعني النحل اللي فوق الحضنة كامل هو تقريبا 90% نحل حضن. أما هنا الإطار الذي أخذه ناقص حضنة مغلقة، فتقريبا أكثر من نصف النحل هو نحل كبير، والنحل الكبير يعود إلى مكانه الأصلي. قمت بغلق الخلية كي لا يعود كله هنا. وفي نفس الوقت الخلية التي أخذت منها إطار حضنة، يعني إطار كامل حضنة مغلقة، النحل لم يعد بكثرة، يعني نحلات قليلة فقط. وقمت بالغلق على الجهة هذه اليمنى، غلق باب الخلية من جهة اليمنى، أغير باب الخلية بسبب رجوع بعض النحل، يعني قليل فقط عكس الخلية الأخرى. النحل هنا أو قام ببرمجة المكان، أو يخرج يدخل عادي. قلت فقط يجب أن تكون الإطارات التي نقسم بها تكون حضنة، يعني حضنة كاملة، يعني حوالي حتى فوق 70 أو 80%، لأن النحل الذي يكون فوق الحضنة هذه المغلقات أغلبه نحل حاضن، عكس الإطار الذي تكون فيه الحضنة قد نسبة قليلة فقط وخرج منها النحل. لأن النحل الكبير عنده ذاكرة قوية، هذه من جهة،
وجهة ثانية النحل الكبير ليس كالنحل الحاضن، النحل الحاضن يبقى يتبع فقط في الحضنة وفي الإطارات الحضنة وفي اليرقات وفي البيض، يعني عمله يكون داخلي لذلك لا يخرج كثيرا. إذن الآن سيتم الفتح على الخلية يعني بعد 10 دقائق. هي من الأحسن أن نترك النحل يستقر جيدا، لكن أنا راني مشغول، يجب أن أفتح على الخلية. انا الان فتحت على الخلية، انا اشوفه كيفاش راه نحل هنا في الصندوق. شوفوا يعني النحل الميت تتعد واحد نحلة، زوج، ثلاثة، اربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، عشر، 11، 12، 13، المهم حوالي 20 نحلة. شوفوا هنا الشيء الملاحظ انه النحل في خلال يومين ونصف فقط، الماء اللي وضعته، ربع لتر اللي وضعته، شربوا كامل. يعني وعلى يجب أن نضع الماء في التقسيمات عندما نغلق عليها. يعني هذه ملاحظة، تقريبا في كل خلايا التي قسمت وغلقت عليها ووضعت لها الماء نجد أن النحل يستهلك الماء بكثرة. هاي الملكة هنا سأفتح عليها. مهم يعني كثافة لحد الآن مقبولة، بعد يعني أيام قليلة تخرج الحضانة هذه، الحضانة هذه المغلقة، ويكثر النحل. ومع وضع البيض للملكة في مكان هذه الحضانة التي تخرج تولي خالية عادية. يعني ممكن إذا حبيت نقويها بإطارة حضانة مغلقة بدون نحل نقويها بعد مثلا 10 أيام، يا إما الخلايا في هذا الوقت نحضرها للبيع، للبيع أو لتحضيرها للشتاء يعني القادم إن شاء الله، تكون خلايا على 10 يعني بالتغذية وكذلك تغذية مكثفة. ولما تكون عندك ملكة ملقحة يعني النحل ما يخافش، ما دام عنده ملكة ملقحة ستبدأ بوضع البيض مباشرة بعد الفتح عليها. عادي ممكن يعني تقسم في هذا الوقت عدة خلايا، خاصة إذا كانت عندك ملكة ملقحة أو عذراء في الوقت هذا بالذات. هنا في الجزائر يعني شهر ماي وجوان، يعني شهر خامس أواخر الشهر الرابع والخامس والسادس التلقيح جيد، أما قبل فصعب جدا أن الملكات تتلقح. سأفتح على الملكة. يعني هاي التجربة بإطارين بحضنة مغلقة، فيه بعض الإخوة قالوا بأن النحل يتقاتل. حوالي وجدنا أمامكم الصورة، وجدنا حوالي 20 نحلة ميتة فقط. النحلة هذه ماتت ممكن تقاتلوا في الأول يعني في الدقائق الأولى. هذا التقسيم أو التجربة بملكة ملقحة. أما إذا حبيت أي واحد يحب يقسم ملكة عذراء يضعها نفس الطريقة في القفص، هو بيض عادي يعني تقسيم. هذه تجربة، أنا أعطاني معلومة واحد صديق لكن قال لي تقسم بعدة إطارات، حبيت نقسم بإطارين فقط، أول تجربة بإطارين. نفتحوا على، قلت على الملكة.
هنا حضنة، هاي النحل شوية قليل ولكن الحضنة على وشك الفقس يعني لم يبقى لها، وتخرج حتى أنا نشوفه في النحل بدأ يخرج. ها أو النحل بدأ يخرج يعني عادي، فيه نحل خرج وفيه نحل بدأ يخرج. عنده كمية من العسل في الإطار. المهم عندنا هذا الإطار فيه حضنة، الإطار هذا فيه حضنة مغلقة يعني حوالي 40% أو 50%، 40 أو 50%، لكن حضنة هاي في بداية خروج تاعها بدات تخرج. شوفوا في حتى بعض العيون فتحت، وكاين حتى نحل حاضن خرج، هاو النحل هنا يخرج. انا نشوفوا النحل يخرج عادي مادام انه الحضنة النحل حاضن او الحضنة بدات يخرج منها النحل، ما يكونش مشكل لان النحل الحضنة سيخرج منها نحل كثير حاضن، وهذا هو اللي نحتاجه، نحل حاضن مادام ان الملكة ملقح. الان فحصت الاطارات، شوفوا النحل او يدخل الصندوق عادي. المهم كان فيه مشكل فقط يعني الاطار الاول الذي نقلته حضنة مغلقة بالنحل لم يغادره نحل كثير، لكن المشكل كان وقع في الاطار الثاني الذي جلبته وفيه القليل من حضنة المغلقة، يعني فيه حوالي 10 و20% فقط هو الذي كان المشكل، وقد غادر هذا النحل التقسيم الجديد لأن النحل الكبير يعني يتذكر جيدا، وكذلك العمل تاعو هو الصروح وخارج الخلية. أما النحل الحاضن يعني النحل اللي يخرج حديثا من الخلية، احنا نحن نعلم ان النحل الحاضن يخرج من الحضنة ويبقى في الخلية 21 يوم، يعني يقوم بالاعمال الداخلية تاع الخلية ثم بعدها يخرج للصروح. يعني اذا اخترنا التقسيم باطارين بحضنة مغلقة بالنحل وبملكة عذراء او ملقحة او حتى بيض، يجب ان نختار الاطارات التي تكون قوية من ناحية الحضنة المغلقة، لانها يكون أغلب النحل الذي فيها هو نحل صغير حاضن ولا يغادر الخلية. شكرا لكم وإلى اللقاء. التجربة هذه قمت بالتجربة، يعني الإنسان يجرب ما يخسر والو، ما خسرنا حتى حاجة، الخلية راهي سليمة عادي، النحل يدخل ويخرج. إذا أردنا في الأيام القادمة إن شاء الله، إذا أردت أن أقوي الخلية يعني سهل جدا، إطار واحد حضنة مغلقة يكفي، بعد مثلا بعد 10 أيام أو أسبوع إطار واحد يكفي، لأن يجعل هذه الخلية قوية جدا. إلى اللقاء وفرصة أخرى إن شاء الله.